اهلا بيكم في حلقه جديده معايا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم طبق خفيف خفيف جدا 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 هيعجبكم، دايت وكل حاجه. هعمل لكم النهارده جمبري مشوي بصوص لذيذ جدا كده، معايا سلطه بطيخ بالجبنه الفتا. فخلينا نشوف الاول الجمبري المشوي هنعمله ازاي وتقاديره ايه. اول حاجه معانا في المقادير، طبعا انا معايا جمبري وسط مقشره بديله زي ما هو وشايله طبعا منه ظهره، ومعايا بقى للصوص بشر ليمون، بقدونس مفروم ناعم قوي، كزبره خضراء برده مفرومه ناعم قوي، ثوم مفروم، عصير ليمون اضاليا، بشر ليمون اللي هي الاضاليا برده، زيت زيتون، شطه ناعمه، ملح وفلفل. التتبيله الجمبري دي الميزه اللي فيها ان احنا هنتبله الاول وهنحطها عليه، وبعد كده يستحسن طبعا لو سبتوه في التتبيله دي نص ساعه ساعه ولا حاجه، وبعدين من بعد ما بنحطها على النار وبنطلع الجمبري من على النار بنحط التتبيله دي عليه تاني، بيبقى وهو سخن بقى وطالع من على النار والتتبيله دي بتنزل بيتشربها بيبقى طعمه حلو قوي. فتعالوا الاول نتبل الجمبري وبعدين نحطه على الشوايه. اول حاجه انا عندي هحط شويه زيت زيتون، بجد الطبق ده خفيف قوي 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 وبياخدش وقت وهيعجب الولاد جدا، لو ما بيحبوش السي فود الطبق ده هيعجبهم قوي. هحط شويه من بشر الليمون، هحط عصير الليمون، البقدونس والكزبره، الثوم المفروم، هقلب كل ده مع بعضه كويس قوي، هزود طبعا شويه زيت زيتون لسه تاني، وكمان عايزه احط ملح وفلفل، شويه ملح، فلفل اسود. طبعا انا اللي ما بيحب الشطه ما يحطش، بس انتوا خلاص اتعودتوا ان انا بحب احط شطه، طعم بجد بيفرق فيها قوي. شويه شطه صغيرين، احط زيت زيتون، دايما بحب يعني احط زيت الزيتون بتاعي في الاخر، ازوده زي ما انا عايزه عشان ما احطش كتير. بتشوفي بقى القوام اللي انت عايزاه، انا كده بالنسبه لي القوام ابتدى يظبط، عامل زي العجينه، انا عايزه عجينه انزل فيها الجمبري وكمان اتبله فيها في الاخر كده. تمام قوي، هحط بقى انزل الجمبري في الصوص ده، طبعا يستحسن في الخطوه دي بقى بعد المرحله دي لو حطيتي الجمبري في الثلاجه مثلا نص ساعه ساعه عشان ياخد من التتبيله وطعمه بيبقى احلى بكتير، بس طبعا احنا عشان الوقت فخليني اوريكم. انا جايبه معايا السكيورز او الاسياخ، الاسياخ دي ممكن تستعمليها للجمبري او ممكن تجيبي اللي هم الستينلس ستيل اللي بيبقوا شويه مربعين مش مدورين، عشان الجمبري لحمته طريه وضعيفه فما تحطيهاش في سيخ تخين او سيخ مدور عشان ما يتقطعش ويفرول منك ويتقطع. اوكي، انا اللي هعمله ان انا عايزه احط بس شويه من الجمبري اوريكم، انا بحاول ان انا ما احطش حته كبيره من لحمته علشان انا عايزاه بشكله فوق السلطه، مش عايزه الجمبري يتهري. فبحط بس ايه، مجرد ان انا بشبكه في السكيور مش اكتر، بعدين الشوي. اوكي، خلينا نحط الشوايه على النار، واحده كمان. طبعا انا كنت عامله لكم جمبري مجهزاه، خلينا نحط المتجهز اللي بقاله شويه متبل، احط دي الاول اجيب لكم المتبل. زي ما قلت لكم انا متبله الجمبري بقاله شويه، حتى بص لون هيبقى مختلف عن اللي انا متبلاها دلوقتي حالا قدامكم. هحط دول وبعدين نخلصهم ونحط الباقي، وبعد كده نروح بريك وارجع لكم على طول نعمل سلطه البطيخ اللي بسلطه بالجبنه الفته. خليكم معايا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وانا سايبه الجمبري دلوقتي على النار خلاص قرب يستوي، ما بياخدش وقت، هو تقريبا 10 دقايق كله على بعضه. فتعالوا نعمل سلطه الجبنه الفته بالبطيخ لحد ما الجمبري يخلص. السلطه دي لذيذه قوي، وبما ان احنا داخلين على الصيف والبطيخ دلوقتي متوفر فاعتقد ان هي هتعجبكم قوي قوي قوي. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. انا طبعا معايا بطيخ مقطعاه مكعبات صغيره شايله البذر منه، معايا جبنه يوناني فته،
معايا زيت زيتون وليمون، فلفل احمر حار وخيار متقطع صغير. طبعا انا كل اللي هعمله ان انا هضيف كل المكونات على بعض، بس خلينا الاول نقطع الجبنه الفته ونقلب الجمبري على الناحيه الثانيه. زي ما انتم شايفين بياخد لون على طول، ما بياخدش وقت خالص. السلطه دي زي ما قلت لكم زيتها انها خفيفه قوي قوي قوي، وبتبقى حلوه قوي مع الجمبري. خلينا نقطع الجبنه الفته. طبعا يستحسن لو الجبنه الفته تبقى ملحها قليل، عشان احنا هنعمل دريسنج طبعا وهيبقى فيه ملح وكده، فما تبقاش طبق مملح قوي. مفيش حد فينا ما بيحبش الجبنه بالبطيخ، يعني بعتقد ان الطبق ده هتحبوه لان هو قريب طعمه من الجبنه بالبطيخ. اوكي، مفيش اسهل من كده في الدنيا، يعني سلطه في منتهى البساطه. انا هحط الجبنه الفته بتاعتي اللي انا قطعتها. طبعا يستحسن ان تقطيع السلطه دي يبقى صغير، عشان احنا بناكل معاها طبق تاني فما تبقاش الاحجام كبيره. هحط عليها البطيخ. عايزين نقلب بس الجمبري عشان ابتدى خلاص من الجنبين يستوي، عايزينه يتحرق. هحط الخيار، هحط الفلفل الاحمر الحراق شويه صغيرين، وبعدين هعمل الدريسنج بتاعي اللي هو عباره عن زيت زيتون وليمون وملح وفلفل وبس كده. منتهى البساطه الدريسنج بتاعها، زيت زيتون والليمون، وهحط شوية ملح وفلفل. هقلب كل ده مع بعضه. هنقلب السلطة وخلاص هنطلع بعديها الجمبري على طول. انا بس عايزة اديله كمان تقليبة قبل ما نطلعه. يا جماعة ريحته رهيبة، وزي ما انتم شايفين لونه بقى رائع. هنقلب السلطة. ممكن بقى نحطها في طبق التقديم على طول لان الجمبري خلاص جهز. هنزل السلطة بتاعتنا الاول، وبعدين هنحط الجمبري على وشها. خلينا نطلع الجمبري بتاعنا. كده تمام. اوكي، كده سلطة الجمبري بتاعتنا المشوي مع البطيخ، سلطة البطيخ والجبنة الفتة جاهزة. وطبعا زي ما قلت لكم انا عاملة الصوص بتاع الجمبري اللي هو عبارة عن البقدونس والكزبرة وتتبيلته كلها برة، للي يحب يزود على الجمبري بعد كده ممكن نزود شوية صغيرين كده على الوش، لان الجمبري لسه سخن فالصوص ده بيدي طعم حلو قوي وهو لسه سخن. وبكده السلطه بتاعتنا تكون جاهزه، والجمبري المشوي بسلطه البطيخ والجبنه الفته. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون. خليكم معايا.